تابعين بفقراتنا. وهلأ كيف الجو؟ صراحة أنا حسيت بلش الخريف، غيرت ستيل اللبس لنشوف شو بدي خبرنا. محمد كنج رئيس قسم التقديرات السطحية بمصلحة الأرصاد الجوية بالمطار عن أحوالنا الجوية. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور. هلا قال في أم عم بتصور ولادها على الفيسبوك، بدها تحطهم على الصورة مبسوطة فيهم، يقبروني. قلت له وقف منيح ولا بتوت، قرب على خيك ولا بتوت، عرفت كيف؟ بس هي مبسوطة فيهم. اه هيك كرمال صورة، كرمال صورة بتسبسب لهم منيح. ايه أستاذ محمد، تأسنا للساعات المقبلة. طقسنا طقس بلش يصير خريفي، عم بنشهد انخفاض بدرجات الحرارة بالجبال وبالداخل اليوم وبكرة، وهذا الطقس مستمر معنا لنهاية الأسبوع. يعني حنشهد تدني بدرجات الحرارة خاصة بالداخل وعلى الجبال، مع احتمال تساقط أمطار كل يوم بالفترة المسائية نعم، خاصة بأيام الخميس والجمعة. حنتأثر بكتل نسبيا باردة، حتجيب شوية أمطار خاصة على المناطق الشمالية. هيدا جاي هلأ من اليونان. بالنسبة المنخفض اللي كان على اليونان، او الاعصار اللي كان كاتيجوري 3 على اليونان، بعده لهلا عم يعطي امطار بالمنطقه. يعني عم نلاقي انه اليونان وشرق ايطاليا عم تشهد امطار غزيره بعد لهاليوم، والله رح توصلنا. والكتل ما حتوصلنا، يعني سحبت بقوة تقريبا بس كل رح ناخد الكتل منها، البارده بدنا والرطوبه، هيك حناخد شوية منها شتي للزيتون. حرام هلا بينبسطوا اللي عندهم اعتبارا زيتون. من نهار الخميس ان شاء الله، اعتبارا من نهار الخميس اها بلش ترجع الكتل نسبيا بارده تقرب على منطقتنا اها وتجيب معها رطوبه منيح. وتدني بدرجات الحراره. كون بالنسبه قربنا لطقسنا ل 27 اليوم شهر. نعم. ايه صحيح، قليل الغيوم لغائم جزئيا، انخفاض طفيف درجات الحراره بالجبال وبالداخل، واستقرار على الساحل. في عنا ضباب على المرتفعات بالفترة المسائية، هذا الضباب مرافقنا كل هالأسبوع، ونحن عم نشهد كمان بالسماء غيوم من نوع الغيوم الركامية المتوسط الارتفاع اللي عادة كمان بتحمل شوية أمطار. هلأ بالنسبة لطقس بكرة كمان عنا الانخفاض حيرافقنا بالداخل وعلى الجبال. درجات الحرارة اليوم على الساحل بين 22 و 32 درجة، ببيروت ما عم تتجاوز ال 31 درجة، بطرابلس عم توصل ممكن بعض اللحظات ل 33 درجة. نعم. بالمناطق الشرقية من 17 ل 28 درجة، وبالمناطق الداخلية كمان من 17 ل 36 درجة، 36 هي تحديدا زحلة، القرون عم تكون بحدود ال 34 درجة. الهواء عم تكون بالإجمال جنوبي غربي ضعيف بين 15 ل 35 كيلومتر بالساعة، وحرارة سطح الماء 29 درجة. الحال البحر عم يكون قليل الموج بالإجمال. ببيروت هلأ الرطوبة 60%، الرطوبة ما عم تتجاوز 80% على الساحل، عم تكون بين 55 و 80%، والحرارة هلأ 26. كمان شروق الشمس 6:24 دقيقة، الغروب الساعة 6:38 دقيقة. بكرة من المتوقع كمان يصغر النهار أكيد. وبوصل لقصة تساوي الليل والنهار. نعم، هيدا بإجمال كل شيء. بعد اللي خبرني هلا قبل شوي حدا بعت لي بيقول لي عبده أمي بس تبهدلني بحسها عم بتغني الرب. أنا بفرجيك معرفة ربيك شو بعمل فيك وحياة بيك لأهريك. ما حدا يلحنها. بتصير مسروقة. شكرا لك محمد كانج، يعطيك العافية. أنت كل عاملين بمصلحة يا الأرصاد هلا الجوية بإدارة الطيران المدني في مطار بيروت.